أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي في سلسلة النقلة الفائزة. في كل فيديو هنشوف 3 مواقف، هشرح لك الموقف وهطلب منك إنك تعرف النقلة الفائزة، وهنا أنت هتوقف الفيديو وتفكر، وبعد ما توصل للإجابة شغل الفيديو وقارن إجابتك بالحل النموذجي. دايما هتكون النقلة المطلوبة هي نقلة بتدي كشمات أو بتفوز بمادة أو بتصل باللاعب إلى موقف فائز في النهاية. المواقف متفاوتة الصعوبة من الأسهل رقم 1 إلى الأصعب رقم 5، ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. النقلة الفائزة مقطع رقم 8، يلا نشوف الموقف رقم 1. الموقف ده من دور بين إيفان شوك بالأبيض وكارلسون بالأسود، وإيفان شوك عنده نقلة فائزة بتفوز بمادة، يا ترى إيه هي؟ الموقف ده درجة الصعوبة 2، من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. يلا نشوف حل الموقف رقم 1. إيفان شوك لعب نايت B5، الحصان عاوز الوزير وفي نفس الوقت عاوز الفيل عشان كشف هجوم من الوزير على الفيل، وكارلسون ما عندوش غير A takes B5، وإيفان شوك كمل ببساطة نايت takes B5 بنفس التهديد، ولازم الوزير يتراجع كوين B8، وهنا إيفان شوك لعب كوين takes D6، والمحصلة النهائية الأبيض فاز ببيدق، ساعده في الفوز في نهاية الدور. ودلوقتي تعال نشوف الموقف رقم 2. الموقف ده بين نفس الجراند ماستر إيفان شوك بالأبيض مع جيلفاند بالأسود، وإيفان شوك متخلف بقطعة أمام بدقين، ولكن عنده نقلة فائزة بتأمن له الفوز المادي، يا ترى إيه هي النقلة؟ الموقف ده درجة الصعوبة 2، من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. حل الموقف رقم 2، إيفان شوك لعب روك تيكس G7 وبكده فاز بقطعة، وبيهدد كمان بروك G8 تشيك ميت، وفي نفس الوقت بيهدد ان ياخد الوزير الاسود، ولذلك الاسود ما عندوش غير كوين تيكس G7، وهنا إيفان شوك كمل بكوين F5 تشيك بهجوم مزدوج على الملك والرخ، وجيلفاند كمل بكوين F7 كوين C8 تشيك كينج G7. بكده إيفان شوك أصبح متفوق ببدائين، ولكن التفوق ده قد لا يؤمن له الفوز في نهاية الدور، ولذلك كمل بكوين C7 بيربط الوزير على الملك، وفي نفس الوقت بيهدد بترقية البيضة ويفوز. وأخيرا وصلنا للموقف رقم 3. الموقف ده الأسود بطل العالم كرامنيك، وكان بيلعب في دور بدون أن يرى الرقعة مع بعض الناشئين، وفي الدور ده كان بيلعب بالأبيض البطل الكبير فيما بعد ناكامورا، وكان عنده 9 سنوات، والموقف حاليا متساوي ماديا، ولكن كرامنيك الأسود عنده نقلة فائزة، أو ممكن نقول تكوينة فائزة، يا ترى إيه هي؟ الموقف ده درجة الصعوبة 5، من فضلك وقف الفيديو وابدأ التفكير. حل الموقف رقم 3، كرامنيك لعب نايت تيكس E3 وبكده الأسود فاز بقطعة، والأبيض كمل روك تيكس E3، وهنا كرامنيك لعب النقلة المفتاح بيشوب تيكس F4 بيربط الرخ على الملك وعاوز يفوز بالرخ، وناكامورا ما عندوش غير روك تيكس F4، ودلوقتي الأسود خسران قطعة، ولكن هنا بدأت التكوينة البارعة اللي كان عاملها كرامنيك، وابتدت بروك تيكس C2 تشيك كينج G1. طبعا لو الملك راح لمربع B1 هياخد تشيك ميت في نقلة واحدة روك C1 تشيك ميت، ولذلك في الموقف ده الأبيض لعب كينج D1 وكمل الدور،
روك سي 1 تشيك، كينج دي 2، ودلوقتي الاسود ممكن ياخد الحصان ويصبح متفوق ببدائين ويفوز، ولكن كرملك كان مخبي مفاجأة روك 8 سي 2 تشيك، والابيض ما عندوش غير كينج دي 3. وهنا كرملك لعب النقلة التالتة المفتاح روك تيكس بي 2، ودلوقتي عاوز روك سي 3 تشيك ميت، والابيض ما عندوش دفاع غير نايت اي 2. وهنا الاسود لعب ببساطة روك دي 1 تشيك ميت. ارجو انك تكون وصلت للحلول الصحيحة، وإلى اللقاء في فيديو آخر من سلسلة النقلة الفائزة.